اهلا وسهلا بكم اللي خلط علينا توا. نقولوا راهو التسعه ترندنج باي اريد موعد يومي تلقاو على قناه التسعه في اخبار الكريبتو جيك مجله ماجازين يوميه من اثنين للخميس، والماجازين هذه تنجموا تعاودوا تتفرجوا فيها على الباج فيسبوك على الشين يوتيوب نتاع قناه التسعه ولا الباج فيسبوك نتاع اريد تونس. موعدنا اليوم يكون مع لينوفاسيون في بلادنا، نحكيوا على لي جون، نحكيوا على لي ستارت اب، نحكيوا على دي سوليسيون. واحده من ابرز لي سوليسيون اللي حكيت على روحها منذ سنوات هي فلوسي. اسمع على جسمها، سي اون ابليكاسيون ولا سي اون ستارت اب اللي تخدم برشا على البيمون موبيل. انيس قلال كوفونداتور نتاع ستارت اب، لكن زاد عنده ان كونتوني يخدم عليه على لي ريزو سوسيو. اليوم نحكيو مع انيس قلال على فلوسي، ونحكيو مع انيس قلال على انيس قلال. انوفاسيون موعد جديد هذه التسعه ترندينغ باي اريدو. فلوسي هي سوبر اب فينانسيير، يعني هي تطبيق موجود اليوم على تليفونات الاندرويد الاي او اس وموجود على الويب، يسمح للتونسي اللي يحل ان كونت بانكير غراتوي، يعني حساب بنكي مجاني 100% ا ديستونس. معناها اليوم لو كان تتفرج فينا تنجم من الدار تيليشارجي لابليكاسيون في البلاي ستور ولا في الاب ستور، تقيد تسكاني بطاقه التعريف نتاعك، تسكاني وجهك، من غادي كنجمو حنا نتعاملو مع لي بنك بارتنير نتاعنا باش نحلو ان كونت بانكير ريغلومونتي من عند البنك سنترال غراتوي 100%. في نفس الوقت هي الابليكاسيون الوحيده اللي فيها لاسبي بانكير هذايا مع لاسبي نتاع البيمون موبيل، سيتادير اليوم الكونت بانكير هذايا اللي تخدم بيه نجم تستعمله باش تدفع مباشره من تليفونك عند حوانتي والا اونليني في اي بلاصه تدفع، تقبل فلوسي ولا تقبل اي موان اخر نتاع بيمون موبيل. اليوم عندنا اكثر من 170 الف تونسي اللي جرب فلوسي بطريقه او باخرى، منهم اكثر من 33 الف تونسي اللي حلوا ان كونت بانكير معنا ويخدموا معنا كحسابهم البنكي كلكو سوا الاساسي، يعني حسابهم البنكي الوحيد ولا حساب بنكي ثانوي للاشخاص اللي تحب تحل اكثر من حساب بنكي. واليوم ان شاء الله في الاشهر القادمه باش تكون عندنا خدمات جديده اللي باش تهبط للناس اللي هم يعني نقولوا لي باتونتيل، يعني اللي هم عندهم باتونت وعندهم استعمال تجاري مش فقط للاستعمال الشخصي مع البنك بارتنير نتاعنا. نزيدوا زاد خدمات للتوانسه المقيمين بالخارج. بالنسبه لنا البرايفسي والسكيورتي حاجه مهمه برشا، مش لينا بركه انما زاد للمشرع التونسي اللي فرض علينا يعني عن طريق البنك سنترال مجموعه من الزوديت، يعني مجموعه من عمليات التحقيق والتيست اللي خلينا نضمنوا اللي السوليسيون بتاعنا والانفراستركتور بتاعنا محميه من جميع النواحي. مره كل عام نجيبوا مثلا شركات نقولوا لها تعالوا حاولوا ادخلوا للسيستم بتاعنا تحدونا باش نجموا احنا نثبتوا لارواحنا اللي رانا نجموا قادرين على مواجهه الصعوبات هذيا. فما زاد دي سيرتيفيكاسيون اللي ناخذوهم، يعني خليناهم وقاعدين ناخذ فيهم. فما زاد لو فات اللي الاسبي ترانزاكسيونيل، يعني التعاملات الماليه اللي تصير فصل الابلكاسيون تصير باستعمال نسخه خاصه بينا من تكنولوجيا البلوكتشين اللي تحمي البيانات هذيا وتحمي العمليات هذيا عن طريق انها موجوده في خوادم متعدده وتحكي مع بعضها. وبالنسبه لموضوع البرايفسي بطبيعه اليوم عندنا قانون في تونس اللي هو قانون حمايه المعطيات الشخصيه، فلوسي عندها ترخيص من الهيئه الوطنيه لحمايه المعطيات الشخصيه اللي كانت من اول الحاجات اللي حاولنا ناخذها في تونس. اليوم في بدينا في 2018 اولى التحديات نتاعنا كانت اللي كيفاش نجموا نتعاملوا مع الإطار القانوني التونسي اللي هو الناس كل نعرفه ما هوش مجعول باش تجي شركات من شركة تكنولوجيا تنجم تدخل وتعمل اللي تحبه، يعني إطار قانوني اللي هو في مرحلة معينة كان ماهوش ادابتي برشا للاستعمالات اللي احنا نحبوا نجيبوها للسوق التونسية. انما وصلنا عن طريق بعض الاشخاص خاصة الموجودين في البنك المركزي معاهم وصلنا بنينا طريقة جديدة ولا انتربريتاسيون جديدة للقانون التونسي الحالي اللي خلينا نجموا نخلوا العباد تحل حساباتها البنكية 100% ديستانس. وبالسياسة قعدنا نتغلبوا على الصعوبات الإدارية هذه، واليوم وصلنا المرحلة اللي إن شاء الله مع الميزاجور الجايين نتاع الابليكاسيون
باش نشوفوا اللي راهو التحدي الجاي باش يكون التحدي نتاع السوق والتحدي نتاع كيفاش نجموا نعلموا أغلبية التوانسة كيفاش يستعملوا التطبيق نتاعنا بطريقة سلسة. كي بدينا فلوسي بديناها في مرحلة وين فما برشة conduite de changement يعني فما برشة محاولة تغيير مفاهيم عند الناس اللي هي موجودة في الإدارة الفلوسية. هذه مرحلة عدينا فيها سنوات واليوم عن طريق برامج كما الساندبوكس ريجلمونتير ولا نجم نقول يعني اللي هو مختبر صغير فاصل البنك سنترال وصلنا عملنا بارتي كبيرة من conduite de changement هذه واليوم في مرحلة اللي ما عادش يعني الهدف متاعنا هو أن نوعو المشرع إنما أن ناخذوا المشرع معانا ونوعوا مع بعضنا المواطن باش يستعمل الابليكاسيون هذه بطريقه غير مباشره. بتاتر ما سمعناش برشا على الابليكاسيون في وسائل اعلام معينه انما خاطر ركزنا اكثر ما يمكن ان نستعمل وسائل اعلام الترناتيف اكثر كما وسائل الاتصال الاجتماعي كما الريزو سوسيو اللي عن طريق مهمه في 2020 2021 2022 كما حكينا دليل على الشيء هذا هو 33000 شخص هو 170000 شخص اللي هم حطوا ثقتهم في الابلكيشن. لكن بطبيعتنا اليوم بما اننا نحب نوصلوا العباد اكثر نحب نوصلوا العدد اكبر برشا من المواطنين نحبوا نكونوا الباك بون يعني زي النخاع الشوكي للاقتصاد الرقمي التونسي باش نوصلوا عن طريق وسائل الاعلام المفتوحه للجميع اللي هو ديجا ان شاء الله البرنامج هذايا واحد منهم وان شاء الله باش يكون فما اكثر بيسر شيء. بالنسبه للمحضر الالكترونيه في الطبيعه التغيير هذا ما يكونش بين ليله وضحاها ممكن يجينا احنا في 2018 وفي وقت اللي لانسينا في 2020 وقلنا اللي راهو عندنا محضة إلكترونية كانت حاجة غريبة اليوم نشوفه اللي راهو أترافير يعني بوسي كبيرة من البنك سنترال كل اللي راهو القطاع البنكي كل يوم ولا يؤمن بالمحضة الإلكترونية فالتغيير هذا التغيير صار وإن شاء الله احنا قاعدين نقودوا في التغيير هذا ونشوفوا فيه يعني موجود حتى في الفوليوم ترانزاكسيونيل اللي ماشي ويكبر فصل الكسان بعد. نحسوا اللي فما تقدم ملحوظ وقت اللي البنك المركزي قاد الموفمون هذايا باش يخلق لو سويتش ناسيونال باش يخلق طريقه تخلي لي زابليكاسيون ينجموا يحكوا بعضها وينجموا يدخلوا بعضها يعني نشوفوا احنا من النقطه هذيك عام اول اليوم الاقبال كان اكبر بياسر من المستعملين اللي هم جايين من البنوك الكل معناها اليوم كلكو سوا لو كان ما عندك حتى كونت بانكير راك تنجم تصب الابليكاسيون تاعنا وتستعمل الدفع عن طريق الجوال لو كان عندك كونت بانكير في اي بنك عندها ابليكاسيون ولا ما عندهاش ابليكاسيون تنجم تبدا تشغل الابليكاسيون تاعنا عن طريق التراخيص اللي جاتنا من البنك المركزي بعد المجموع هذايا اللي هما بدوه ونخلوك تنجم تاخذ مثلا اليوم بطاقتك البنكيه تربطها في الابليكاسيون تجبد منها فلوس وتعمل لو بايمون موبيل هذايا والتحرك هذايا اللي صاير معناها ماشي ويزيد. اليوم ثم برشا شركات ناجحه اللي ورت نجاح باهر على انترناسيونال يعني اليوم مثلا ثم انستابيل اكسبانسا الى اخره من الشركات اللي نعرفوها واللي وصلت الاشعاع عالمي. اللي حبينا نعملوه اليوم هو اللي نواصلوا على المنوال اللي بدات الشركات هذه ونحطوا احنا في ان نجيبوا الموفمون هذا اللي هو ماشي اكثر للاكسبلور وماشي اكثر للتصدير ونقولوا كيفاش نجم ناخذ التكنولوجيا هذه ونخلوها نجم تبدلنا حياتنا اليوميه معناها مش فقط اللي رانا نعملوا حاجه باش نبيعوها في اوروبا ولا نعملوا حاجه باش نبيعوها في امريكا اللي هو خطوه مهمه جدا وهي الخطوه الاولى وهي اللي نجم تجيب وتدعم الاقتصاد التونسي بطريقه اكبر ياسر. لكن لو كان نبدلوا حياتنا عن طريق اللي كي تحل الابلكيشن كل يوم وكل يوم كي تحل الابلكيشن هذه ما تكونش فقط فيسبوك وانستغرام تكون فما زاد ان ابلكيشن اللي هي تونسيه اللي تستعمل فيها في حياتك اليوميه واللي تخدم بها كل يوم هذا ينجم يغير لي زابيتود نتاعنا ويخلينا نمشوا لاقتصاد رقمي مبني على اللي نبنوا احسن تجارب في العالم ونبنوها في تونس ونخدموها في تونس ونصدرها
مش مثلا فقط على التصدير، مش مثلا زاده فقط على المارشي لوكال، لازمنا نعمل حاجه اللي هي تخدم على السوق، ونشوفوا رواحنا من الشركات الناشئه اللي تخدم برشا على السوق هذايا. خط واحد من الاهداف نتاع الشركه نتاعنا مش فقط اننا ننشئ كشركه، انما ان نكون ان ننشئ المستقبل نتاع الاقتصاد الرقمي في تونس عن طريق اللي نوفروا له نكوش انفراستركتور اللي تنجم بعد في اي شركه اخرى. يعني لو كانت مشكله فرشين اللي يحب يحل شركه ناجحه ينجم يستعمل لي زابي ولا لي انترفاس نتاع فلوسي باش تسهل عليه هو خدمه الشركه الناجحه نتاعه. العالم أجمع بتاعنا هو نثبته، وهو كان إن نثبته أول حاجة للقطاع البنكي القطاع المالي اللي حلان الكونت بنكير على ديستانس، اللي إننا نفتح إن نحل الكونت بنكير هذا ونعمله كثيرة. هي فكرة باهية، هي فكرة غريبة ما كانتش موجودة بالنسبة للناس اللي هي خدمة في القطاع المدى طويلة، لكن اليوم ولت فكرة أكسبتابل وبالعكس معناها الناس كل ما تشجع عليها. كيف في العمليات الدفع، يعني كنهزوا من الكونت حتى في عمليات الدفع، الهدف متاعنا اليوم هو اللي نثبتوا للناس اللي راهي الحكاية سهلة سلسة ما فيها شيء، وفي نفس الوقت تحسن لك حياتك برشا بالطريقة هذه، تولي من الحاجة ما عمرك ما سمعت بها الحاجة تستعملها كل يوم. القفزة هذه ديما لازم تجي الشركة وتثبت للناس اللي هي possible، وفو عملنا الإثبات هذية وقتها نشوفوا اللي حكاية واللي فيرال تنتشر معناها بطريقة كبيرة برشا في المجتمع. وإحنا نحب نشوف رواحنا في المركز ولا في السبب الأساسي للفيراليتي هذية متاع وسائل الدفع الإلكتروني في تونس. وهذاك علاش يعني عنا إكيب اللي فيها برشا شباب اللي هم ديدي وحطوا نقول حياتهم للهدف هذية. الامبيسيون تاعنا هي اللي نخلقوا اول ليكورن في تونس. نخلقوا اول ليكورن لازم يكون عندنا مارشي كبير برشا. عندنا برشا بلدان اللي تاع تاعها يعني في المستوى التكنولوجيا الماليه تشبه برشا في تونس. اخترنا منها بلدان يعني الافريق فرانكوفون ولا الافريقيه الناطقه بالفرنسيه. عندنا ديجا يعني قاعدين نحكوا مع البنوك المركزيه والبنوك المؤسسات الماليه في بلدان كما المغرب كما في السنغال كما في كوت ديفوار. وقبل هذا الكل باش نكونوا عندنا مركز في اوروبا، الهدف نتاعه هو ان نستقبلوا لي تونيزيان اللي هما ريزيدون اون اوروب ونعطوهم اول اكسبيريونس كونيكتي بين اوروبا وبين تونس. ففي القريب العاجل باش يكون اوروبا، لكن الهدف الاساسي نتاعها هو التوانسه نونبيل، يعني التوانسه اللي هما عايشين هذيك. وبعدها هي الهدف نتاعنا هو اللي نربطوا الافريق فرانكوفون كلها في سوبرات فينانسيه واحده. وان شاء الله اذا كان نوصلوا للمرحله هذيك نكونوا حققنا النجاح اللي وعدنا به رواحنا وعدنا به للانفستور نتاعنا وعدنا به زاده للناس اللي امنت فينا في تونس اللي شافت فينا مستقبل القطاع المالي التونسي. نحب نكونوا زاده مستقبل القطاع المالي في افريقيا ونفس تونس. شكرا لكم على حسن المتابعة. موعدنا اليوم بالنسبة للتسعة تريندينج باي أريد وخلط للآخر بتاعه ونتقالوا معكم غدوة مع ميزاجور جديدة. تحية لكيب كاملة ومحمد علي سويسي في الأمان.